أنا أخذت المعتقلين ثلاثة اللي هو جاسم ومهدي وإبراهيم. طبعا من أحداث اللي صارت طبعا ما كانوا يتصلون، ولما رحنا لهم زيارة جابوا لنا مهدي. مهدي كان ضرسه مكسور وإيده متعورة. عقب نص ساعة جابوا لنا إبراهيم وجاسم، وكانت حالتهم حالة بعد، يعني مضروبين. طبعا احنا اللي شفناه في الزيارة جابوا واحد اسمه علي صنقور، كان محمول يعني ما يقدر يمشي، وجابوا بعد واحد ثاني كان ضروسه مكسرة وأدينا بعد مبططة. وبالنسبة بعد إلى أخواني، يعني عاملوهم معاملة كلش سيئة، يجون يوقفونهم يقول لنا جيب لنا نكتة، ويقعدون يضحكون عليهم، منعهم عن انهم ما يسبحون، يعطونهم شامبو شوية حتى يقول حتى ما يغسل شعرهم، ما يقدرون يعني ما يكفيهم حتى لغسال شعرهم، وعاملوهم يعني معاملة كلش سيئة.